الحين مع الأستاذ عبد الله الحوطي، راح يتكلم عن المقابلة الشخصية. تفضل. طيب، السلام عليكم. واضح الصوت والشاشة واضح. واضحة عندكم؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أشكر المنظمين، خصوصا الزميلة تمام، على الجهد المبذول في تنظيم الإيفنت، وكذلك أشكر الأخت بيان على تقديم البرزنتيشن السابق، يعني كثير كان ممتاز ومباشر لنقطة مهمة اللي هي السي في، اللي هي الطريق إلى الانترفيو. فإذا ما كان عندك السي في اللي دخلك الانترفيو، you will never get to an interview. صراحة في البداية كان من الصعب تجهيز المحاضرة زي من هالنوع، لكن لأنه في كثير تتكلم عنه وفي أشياء أهم من أشياء، فحاولت أنه أختصر الموضوع قدر الإمكان. زي ما هو بروموتد، يعني كان الموضوع للإمراي، لكن بما أنه ما في أحد تكلم كثير عن الانترفيو أو أبداً عن الانترفيو بشكل عام، راح يكون جزء من البرزنتيشن عن الانترفيو بشكل عام، وراح ننتقل لموضوع النوليدج، وات كايند اوف نوليدج، أو إيش أنواع الأسئلة اللي ممكن تتوقعها في انترفيو لها علاقة بالإمراي. فهذه الأوتلاينز للبرزنتيشن إن شاء الله راح نمر عليها كلها بالتفصيل، starting with نبدأ بال إيش إحنا كمؤسسة ننتظر منك أو نتوقع منك، وأنت وش مفروض تتوقع، وكيف تجهز الانترفيو وصولاً إلى انترفيو خاص برني مغناطيسي. برضو كذلك في البداية أحب أوضح أنه أنا مو متخصص في الـ HR، أنا موجود اليوم لأنه أنا مسؤول عن التدريب والتعليم مع زملائي في المستشفى اللي أشتغل فيه، فأنا مسؤولين عن الانترنشيب والبرنامج تأهيل الكفاءات السعودية الـ STDB، لذلك أنا مسؤولين عن أغلب الانترفيوز اللي تصير في المستشفى، بما أن أغلب الموظفين في المستشفى الجدد غالباً يكونون new graduates داخلين في الـ on-job training program زي الـ STDB. كذلك في other interviews ممكن تصير قبل الانترفيو اللي نتكلم عنها في الديبارتمنت أو اللي من السكشن، قد تكون الانترفيو هذه من الـ HR. كل الاكسبيرينسز والموضوع اللي بتكلم عنه اليوم قائم عن يعني انترفيوز اي ديد لاست 10 ييرز، من كنت مسؤول عن الوظيفه هذه في الوظيفه هذه، وكذلك برضو من بعض الريسيرش وبعض الانبوت من بعض الشباب اللي اخذنا منهم رايهم. بالنسبه لنا كمؤسسه، غالبا كثير أشياء نتوقعها قبل ما تدخل علينا، أنه تعرف الوظيفة اللي أنت مقدم عليها. طبعاً قد يكون هذا الشيء بديهي واضح لأي أحد، لكن أحياناً تصير بعض الأخطاء. مثلاً أنت مقدم على أكثر من وظيفة، أكثر من سيكشن عندنا في الراديولوجي، سي تي، مراي، التراساوند، فما أنت بعارف الوظيفة اللي أنت مقدم عليها اليوم، الانترفيو حق إيش بالضبط. قد يكون خطأ مو منك، من الـ HR أو من الشخص المنسق للانترفيو، لكن برضو هذا بيكون سلبي من ناحيتين، انت ما حتكون جاهز للاسئله اللي في السكشن، كذلك انه بنتوقع انك شخص مو مره بريبيرد، ما سالت عن الموضوع، مين اللي مقابل، من بتقابل، على اي وظيفه كنت مقدم، على اكثر من وظيفه. هنا حاط سلاش نيد، يعني انه بصراحه يعني احد الاشياء اللي نتوقعها منك كذلك، انه انت فعلا عندك رغبه شديده في الوظيفه. البرود اللي تدخل فيه احيانا، عدم الاهتمام، يعني ما توضح لنا لاي درجه عندك رغبه في الوظيفه، هذه قد تقلل من فرص نجاحك او اجتيازك لمقابله شخصيه. كذلك اتوقع انك تكون اجاباتك يعني حقيقيه واقعيه، مو شيء انت قراته في الانترنت او احد قال لك عليه وجاي يعني غيب علينا. طبعا شيء مره مهم انه تكون صادق، ما تكون اجاباتك يعني اقرب للخيال. مثلا ممكن هنا اعطي مثال، مثلا احد الزملاء، اقول زملاء لانه الان صار يعني زميل لنا في المستشفى، لكن انا حضرت الانترفيو حقه، فسالنا انا ليش اخترت التخصص هذا مثلا، كان جوابه والله انا لما كنت صغير كان اخوي طاح ورحنا المستشفى وسووا الاشعه وشفت التخصص وعجبني وزي كذا. في احتمال يكون اللي قاله صحيح، لكن بعض الإجابات يعني تكون يعني من الصعب تصديقها، أو احتمالية أنها تكون حقيقة قليلة جدا، أو أنها تكون جينيريك، يعني بمعنى أنه موجودة في كل المواقع اللي تقول لك كيف how to prepare for interview. في كثير أمثلة على هالأسئلة، ممكن during the presentation we will mention one or two. الشيء الآخر اللي هو الـ type of knowledge اللي we look for، غالباً
what you know now is important, لكن مو كل شيء. يهمنا شخص قابل للتعلم راح يتعلم على طول. He will evolve, بيكون أفضل في المستقبل. في science للأشياء هذه كثير. كذلك الشخص ممكن يكون يتعلم أشياء unlearn things, يعني يتعلم أشياء جديدة. مثلا متعود على بروتوكول في المستشفى اللي دربت عليه, ممكن تتعلم على بروتوكولات أخرى زي كذا. هذا دائما يبين في النقاش لما نتكلم عن previous experiences, وإنه بنتكلم عنها في إن شاء الله في next في presentation. في كثير من الأسئلة اللي دائما ركز تكون في أي انترفيو تكون لها علاقة بالbehavior. أوكي, البehavior بشكل عام, teamwork, communication skills, البروبلم سولفينج زي ما نحاط هنا. فهذه غالبا تحتاج أنت كشخص قبل الانترفيو تجهز لها بعض الأجوبة. برضو مرة ثانية, الأجوبة should be authentic, should be from your real experiences, تكون examples أكثر من أنه أنا والله multitasking. طيب give me an example, you are multitasking من your previous experience. سواء إذا كنت من حديثي التخرج غالبا بيكون عندك experience في الانترنشيب, أو بيكون عندك experience في الجامعة مثلا, على دليل أنك multitasking for example. مثلا أنا work under pressure إلى آخره. فدائما إنه نتوقع أنه الشخص اللي مقابله عنده كثير soft skills مهمة. الأفضل أنه he presented with evidence. The evidence غالبا تكون experiences, غالبا in a term of story, مثلا قصة صار كذا 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 إلى آخره. Another thing is, شيء آخر مهم بالنسبة لنا اللي هو أنه بنستثمر فيك. بمعنى أنت خريج جديد راح تتعلم عندنا, طبعا قد يكون هذا الشيء الواحد يحس أنه أنانية. يهمنا أنك راح تستمر معنا, فإذا أي إشارة منك أنك والله ما أخذ الوظيفة مؤقتا, عندك فكرة تطلع ابتعاث مبكر مثلا, عندك فكرة وشفت أكاديمية مثلا, مقدم في أكثر مكان يمكن تروح أي وقت, غالبا بأخذ الواحد يمكن أقل منك knowledge, أقل منك خبرة, لكن بيستمر معي. ما هي أنانية قدر أنه والله هنا ندام راعي مصلحة المؤسسة اللي نشتغل فيها بشكل عام, مو مصلحتنا الشخصية. فيهمنا الشخص اللي والله بنستثمر فيه مع الوقت راح يعطي أكثر مدة معنا, استمراريته واضحة بتكون. فلذلك برضو مهم بالنسبة لنا أنه we expect you to work with us for يعني good number of years. في other skills بسيطة زي الموتيفيشن, النضج اللي ممكن يبين على your appearance, على ردودك, كلامك عن نفسك, كلامك عن الآخرين, adaptability, leadership, professional judgment غالبا للsenior positions. لكن I tried to mention it here, ممكن بعضكم يكون عنده experience وفعلا نقدم على هذه النوع من الوظائف. طيب أنت بالنسبة لك what to expect؟ في رأيي متواضع في الحياة برضو مو بس في الانترفيوز, أحد الأشياء اللي تساعدك تتغلب على أي تحدي أنك تتوقع دائما الأفضل, بحيث أنك تكون متفائل في نفس الوقت تكون prepared for the worst scenario, يعني تجهز للأسوأ الأشياء. فمو بالضرورة يكون اللي ناحي يقابلونك, هذا طبعا هنا ما أمثل نفسي ولا ما أمثل المستشفى اللي أعمل فيه أو المكان اللي أعمل فيه, أنا أتكلم in general. فمو بالضرورة يكون اللي بيقابلونك ناس professional, ناس يعرفون يسوون interviews. فتوقع دائما الأسلوب, الطريقة ما تكون مناسبة, أشياء كثيرة ممكن تكون غلط. واحدة من زملائي كانت موظفة على senior position, فكنا نسوي لها زي التحضير للانترفيو, كل شيء حضرنا له إلا الشيء هذا. دخلت الانترفيو لقيت شخص واحد قاعد يقرأ جريدة ومع كاس شاهي ويسوي لها انترفيو كأنه مو انترفيو, لأنه ما سألها أي سؤال له علاقة بالوظيفة. فكانت شوية متوترة, حتى هو سألها أنت متوترة ليه إلى آخره. فأنت دائما you expect the worst scenario, بس دائما تدخل بتفاؤل و تحضير. قد ما تحضر راح يكون يقل عندك القلق واحتمالية انك تكون متوتر اكثر من اللازم. اشياء اخرى to expect, number of interviewers. احيانا هذا يعني من يعني شوية survey او من الفيدباكس اللي دائما اخذها من الناس اللي اقابلهم, طريقة الانترفيو احيانا تكون في اكثر من department تسوي انترفيو, فعدد الاشخاص اللي موجود يكون 6-7-8 احيانا. فأغلب الناس لما تدخل على طول تتوقع يكون ردة فعلها شوية توتر, لأنه مو متوقع العدد هذا.
فاتوقع العادة احيانا يكون حاضر اكثر من سكشن، حاضر ديبارتمنت ثاني، احيانا نسوي انترفيو في الاشعه، حاضر معنا الصيدليه، ينتظرون واحد بس باقي من انترفيوز حقت امس يبون يقابلونه مثلا، او ان نقابل اكثر من سكشن في نفس اليوم، سي تي ام ار اي الترا ساوند، فالسوبرفايزر الترا ساوند حاضر، السوبرفايزر ام ار اي حاضر، بس مو كلهم انتراكت وذ يو، لكن برضو حضورهم مفروض انك تتوقع عدد اكبر، ولو حصل لك مقابله مع 2 أو 3 أشخاص بيكون انت مرتاح اكثر لانك يو اكسبكت مور. التايم هنا نتكلم برضو عن التايم من كل النواحي، مثلا انترفيو انت سكيدول فور 10 اوكلوك، اوكي توقع انك تدخل 10 اوكلوك، يمكن تتاخر ساعه، يمكن تتاخر ساعتين، لانه ممكن والله باد بلانينج من الانترفيورز او المنسق للانترفيو او احد يتاخر في الانترفيو. غير كذا يو شودنت سكيدول انيثينج بعد الانترفيو، لانك ما تقدر تقول لهم والله انا عندي طياره بعد شوي، والله عندي انذر انترفيو سموير ايلس، انا لازم ارجع للشغل وظيفتي الى اخره. فالافضل انك تجهز كل شيء من ناحيه التايم بحيث انك تكون مرتاح، تقدر تعطي ذا بيست انترفيو، وتشيل موضوع القلق من ناحيه التايم انه في شيء تنتظره او انه بيكون في لخبطة من ناحية التايمينج للانترفيو. الشيء الآخر اللي هو الكوميونيكيشن، الكومون انترفيو كويشن. طبعا بعض الأسئلة اللي نسألها يمكن نسأل مباشرة انت how did you prepare for this interview. بعض الناس يبدأ بالانترفيو نبدأ نسأل الأسئلة، نلاحظ انه نفس الأسئلة المتوقعة مثلا او اللي دائما تتكرر في اي انترفيو he is not prepared to answer them. طبعا it is a bad sign، تعطي انطباع انك مو كويس، انك not prepared، انك متساهل في امور لها علاقه بمستقبلك الوظيفي الى اخره، فما بالك في الوظيفه او بعض الاشياء اللي تتعلق بالوظيفه. فلازم تكون expecting the questions in general، وهنا اتكلم عن common questions، في questions خاصه فيك برضه you should expect، هتكلم عنها في next slide. Moving to another لموضوع ثاني اللي هو قبل الانترفيو وش الأشياء اللي مفروض تسويها إلى آخره. أول شيء اللي هو review your own CV. تكلمت الأخت زميلة قبل شوي عن CV. للأسف الشديد بعض الناس يكون CV أحد عامل CV، ففي أخطاء أو في معلومات أو إنه سوى CV من فترة قديمة من زمان ومو عارف إنه في شيء معين زي كذا، فإنه دائما قبل ما تدخل بثواني we'll have another look على your CV، وممكن وانت تتكلم عن نفسك بروة يكون انه قاعد نطالع CV حقك تدور فيه اسئلة، فخليك خلي CV حقك fresh in your mind. يعني في شخص اذكر قلنا له انه عندك خطأ في السبيلينج في CV في المكان الفلاني، قال لنا والله مو انا اللي سويت CV. طيب اوكي you should review your CV at least اذا مو انت سويته يعني. You have to review your CV، تأكد انه updated، الاكسبيرينسز اللي موجوده فيه ممكن تسال عنها، اذا كنت قلت سويت انا والله سويت ريسيرش، انا والله سويت فرونتري وورك، سويت كذا، اتوقع انه نسالك ديتيلز عنها. لما نسالك ديتيلز عن الاشياء دي ولا تجاوب يعني بيكون برضو صعب نصدق انه والله الاشياء دي كانت موجوده تجميليه للسي في او انها حقيقه صارت، لانه فعلا ما نعرف عنك اللي موجود في السي في واللي انت قاعد تقوله قدامنا. فاذا السي في يقول شيء وانت ما قاعد تثبت لنا بالايفيدنس فبيكون برضو اتس ا باد لوك. شيء آخر الـ anticipated question، هنا أتوقع أسئلة خاصة فيني أنا شخصياً، مثلاً أشياء موجودة في CV زي ما قلنا، أو أشياء حتى موجودة مثلاً في الـ internship. مثلاً إذا if I talk in internship in 3 different hospitals، طبعاً هذا red flag أو تتوقع أن الناس يسألونك عنها، فلازم تتوقع أسئلة من هالنوع وإجاباتك إيش بتكون. مثلاً if you fail in one subject، مثلاً في transcript مبين عندك رسوب، أو عندك مثلاً في المادة مثلاً أنت مقدم علينا MRI ماخذ الـ MRI D بلس ولا B بلس ولا A بلس ولا C، طبيعي اللي ماخذين D بسألهم ليش ماخذ D ومقدم عليه MRI الحين what happened. طبعا إجابة السؤال هذا مرة critical. أوكي one story كتير بقول لكم stories، يعني مرة شخص بالصدفة كانوا عندنا 3 متقدمين من نفس الجامعة، الواحد جايب A بلس، 2 جايبين أتوقع D أو C بلس أو C، ف كان دخل اللي أول جايب A بلس ونشوف الترانسكريبت نعرف الجامعة، فدخل اللي بعده ماخذ D، فنسأله ليش أنت ليش ماخذ D في المراي جاي تقدم علينا مراي، قال والله اللي يدرس ما يعرف يشرح. طيب يعني هذا شكله ما توقع السؤال، فلذلك إجابته كانت جدا خاطئة. أوكي
كذلك أصر بزيادة، قلنا له زميلك طيب اللي قبلك كان داخل علينا جاب A بلس، جواب إجابة أسوأ. طيب ما أبغى أقولها لكنها أسوأ جدا. فأنت your CV your experience your internship في كتير أماكن توقع أسئلة خاصة فيك أنت مفروض تتوقعها ومفروض أنك تجهز لها أجوبة. ليش؟ لأنها غالبا بتكون يا أما أسئلة يعني ما سألناها إلا أنها غريبة، تحتاج توضيح، تحتاج تفاصيل، تحتاج أنك you convince yourself أحيانا فيها. الشيء الآخر زي ما قلت في two slides before أنه أغلب الأشياء اللي نحتاجها ما نحتاج تقول لنا والله زي CV أنا مالتي تاسكينج، أنا أقدر أسوي، لا، نبغى evidence، والevidence غالباً تكون in a very short, small situation, a story of something happened to you in the previous experience you have. فبرضو it's good to have this stories أو هذه المواضيع أو interactions حاضرة في ذاكرتك، لأنها بتكون هي evidence الأهم بالنسبة لنا. الشيء الأخير practice، لكن don't practice لدرجة أنك تحفظ الأجوبة. لما نسألك سؤال مفروض أنك تسمع السؤال، you analyze the question، جاوب. لكن بعض الأحيان الناس they do practice لدرجة أنه حافظ كل الأجوبة، بحيث أنه أحيانا حتى قبل ما أكمل سؤالي الشخص يبدأ يجاوب، أو just when I finish he start answering the question. لا، أنت برضو تكون مستعد، لكن مو لدرجة إنك تكون ببغاء قاعد تقول كلام أنت حافظه لا يمثلك تماماً. نرجع مرة ثانية على authenticity not authentic، ما حيكون connection بيننا وبينك، ما حتثبت يعني شخصيتك بالنسبة لنا مقارنة بزملائك اللي قبلك أو بعدك في الانترفيو. طيب moving to برضو before الانترفيو عندك شيء مرة مهم دائماً يصير هو planning how you will come to the hospital أو المكان اللي بيصير فيه الانترفيو. ما أبداً مو مسموح أنك تقول والله الطريق كان زحمة، والله ما توقعت المستشفى مثلاً بعيد لهالدرجة، أنا جيت قبل ما كان في زحمة اليوم ما في زحمة. You have to plan it. التوظيف كان في مبنى والانترفيو في مبنى آخر، لازم تتأكد أنك عارف المكان تماماً قبل. فهذا شيء جداً جداً ضروري. الشيء الثاني إيش راح تلبس؟ يعني أبداً عرفت عندك انترفيو لازم تحدد إيش راح تلبس وين بتكون. كثير من الأسئلة اللي ممكن نحطها هنا مثلاً دائماً تجيني برضو كثير في السوشيال ميديا اللي هو ألبس كروب ولا ألبس ثوب ولا ألبس زي كذا. في رأيي ما في إجابة صحيحة واحدة للشخص هذا، خصوصاً الناس اللي ما تشتغل يقولك ليش ألبس كروب ولا ألبس كروب ولا المفروض ألبس كروب. الإجابة الصحيحة للسؤال هذا إنه إذا سألت ليش لابس كروب وأنت موظف، أوكي تعرف تجاوب الجواب الصحيح تبرر. إذا ما أنت بلابس مثلاً أو أنت لابس وأنت موظف ممكن يسألونك أنت جاي من وظيفة ولا أخرى، تأكد إنه والله واضح بالنسبة لهم السي في إنه أنت موظف already. فالموضوع يحتاج إنك تكون عارف إيش تلبس وليش. الشيء الآخر الدريسنج لو بتلبس يعني عادي ولا لبس مستشفى، الأكسسوارز اللي تلبسها خصوصاً إذا في فيميل، المكياج الميك اب مفروض انه يكون ناتشرال، الاكسسوارز تو ذا مينيمم سواء كنت ميل ولا فيميل. ما انت جاي انت تبهر الناس بشكلك الخارجي فقط، لا، ولا انت جاي تكون اقل من عادي. الموضوع انك انت تكون حتى في لبسك بروفيشنال برضو it will give good يعني good impression عنك. الشيء الاخر نام كويس ضروري، لانه زي ما قلنا سابقا انترفيو سكيدجول 8 اوكلوك يمكن ما تدخل انترفيو الا 11. فلما تدخل يو نيد تو بي وذ ا جود انرجي، مصحصح، تقدر تجاوب ومبين عليك تعب الى اخره. الشيء الثاني تركيزك اقل لما تكون نمت كويس. اعرف انه يسبق قلق لان اي انترفيو، لذلك ابغاك تحضر للنوم، تاكد انك نومك مضبوط قبلها بيومين يعني يمكن حتى. طيب الشيء الثاني eat well برضو نفس الشيء، ممكن أنت والله يدخلونك في مكان ما حولك مكان تأكل أو شيء تأكله، في نفس الوقت الانترفيو ما بدأ في نفس الوقت اللي أنت متوقع أنه بيبدأ فيه، أو تأخروا لأي سبب، أو أنه كان عدد المقدمين أكثر من لازم، ما كان في good planning for this.
ننتقل إلى أثناء الانترفيو، وش الأشياء اللي ضروري تكون يعني aware of during the interview. أول شيء لما تدخل إلقاء التحية، تنتظر يقول لك وين تجلس، لأنه غالبا في أكراسي كثير، مثلا الطريقة اللي تجلس فيها إلى آخره. ففي أشياء مرة obvious من ناحية الانترست، وهذا دائما الفيرست impression على الناس. أحيانا الشخص يكون مع أشياء ما يعرفون يحطها إلى آخره، فyou have to plan everything. يعني أذكر واحدة دخلت مع شنطة كبيرة جدا حطتها على الطاولة ما عاد شخص منشوفها هي. فبرضو you should plan how your entrance will be, what type of greeting you will use, وين بتجلس إلى آخر. شيء آخر أثناء الانترفيو common اللي هو your movements. مثلا في ناس عندهم عادات متكررة، مثلا يطق على الطاولة، مثلا لمس الوجه كثير، مثلا حركة الرجل اللي تجي مع التوتر، أشياء هذه حاول قدر الإمكان تقللها. لا تحاول تكون مصدر قلق بالنسبة لك، لكن دائما if you prepare well القلق بيقل، الأشياء هذه راح تقل، لكن برضو انتبه لها وأنت while you're conducting an interview. طبعا لازم تكون مبتسم بقدر معقول وأكثر من لازم. الآي كونتاكت مرة مهم مع الجميع. إذا كان أحد يسألني سؤال I will give him more eye contact than others، لكن برضو أثناء الإجابة ممكن سوي eye contact مع الآخرين. فالآي كونتاكت برضو need to be practiced. كثير يعني ناس تكون عندهم هذا shortcoming في الآي كونتاكت، كثير مو يعني ما يعطينا فرصة نعرفك كويس لما ما يكون في good eye contact. الشيء الآخر حطيت هنا question، أقصد فيه السؤال اللي أنت بتسأله. ما في سؤال معين أنصحكم تسألونه، لكن في سؤال 100% مفروض ما تسأله، اللي هو هل عديت أنا مع الانترفيو هذا؟ قبلتوني ولا ما قبلتوني؟ هذه كيف كانت مقابلتي؟ أحب أعرف عشان future interviews. ما حد حيقول لك الحقيقة أولا، ثانيا أنت تحط الناس في uncomfortable situation إنه يقيمونك داخل الانترفيو. ما أعتقد أنها فكرة جيدة أنك تسأل السؤال هذا، وغالبا اللي يسأل السؤال هذا غالبا تكون يعني effective negative. نجي للنوليج، وهنا بتكلم شوي عن جنرال وبتكلم عن الرني مغناطيسي. بالنسبة للنوليج غالبا اللي يهمنا كثير نقاط، منها الأشياء اللي تعلمتها في الجامعة. غالبا إذا كان الرني مغناطيسي راح نسألك very basic questions. البيسك كويستشنز هذه يعني في ناس ضد ومع انها تسال اسئله معقده، لكن انا مع البيسك كويستشنز تبدا من الغالب من الابسط الاشياء. انفورشنتلي بعض الناس مو متجهز لابسط الاسئله في الرمي المغناطيسي. مثلا لما تسال وات ام ار اي ستاند فور، ماجنتيك ريزونانس ايمجينج، وات از ريزونانس بلانك، اوكي ليش؟ لانه توقع يسال يمكن اصعب من كذا، اوكي وين ريزونانس هابن بلانك، ما في اجابه، اوكي. فدائما ان بنسال basic questions لأنه صراحة مؤخرا صراحة المعدل الgrades في الجامعة ممكن الجامعات نقدر نعتبر فيها أنها was يعني real thing، لأنه صرنا كتير نقارن معدلات مع performance أو مع level of knowledge، نلقى فيه شوية discrepancies في النقطة هذه. فالأسئلة اللي متوقعة دائما غالبا الناس تسأل very basic questions في subject matter، في basic science. في المراي بنسأل مثلا أشياء أساسية T1 T2 شو الفرق بينهم إلى آخره، what is TR what is TE. الأسئلة الأساسية جدا جدا لازم ترجع، لا تقول أنا والله بتوقع أسئلة بس فقط clinical، لا غالبا بيكون في سؤال اثنين لل basic question artifact شيء من القبيل. و إذا ما جاوبت basic question إنه في interview نتوقع أنك مرتبك، فأنا نتوقع أنك ما جاوبت أنك مرتبك. لكن أنت وش بيصير إذا سألتك very basic question ولا جاوبت؟ غالباً ترتبك زيادة، ممكن أثر عليك بقية الانترفيو. أشياء ثانية نسألها وأساسية اللي هي what you learn during the internship. internship هو أهم شيء نسأل فيه، ممكن أكثر شيء نستغرق فيه. أحد الأخطاء المتكررة جداً 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 إنك ما تعرف الأجهزة اللي اشتغلت عليها. مثلاً واحد تقول له وين اشتغلت؟ والله اشتغلت مستشفى بقى. وش الأجهزة اللي اشتغلت عليها؟ والله اشتغلت على جهاز جي إي. أي جهاز جي إي؟ اشتغلت على سيمنز. أي نوع سيمنز؟
وش اسم السؤال الجهاز نفسه. يعني لو سألتك أنا أنت جاي للانترفيو هذه على سيارة ولا على القطار، بتقول جاي على سيارة. وش السيارة؟ تويوتا. وش التويوتا؟ أوكي ليش؟ لأن والله بعرف أنت how much you were involved في training وفي كم أي درجة كنت مهتم. بيبين لي في الأسئلة هذه. أوكي فأنا ما حكون سوبرفيشل، لا أدخل وأروح ديب في الانترنشيب. يعني أذكر أحد الإجابات اللي جتنا مثلا كانت سيتي، والله اشتغلت على سيتي. وش سيتي؟ سيمنز. أي نوع سيمنز؟ يعني نبغى نعرف والله دول انرجي، مولتي سلايس، سينجل سلايس، إلى آخره. والله سيتي موديل 2015، ما في سيتي موديل 2015. أوكي فأنت هذا تعطيني أنه the type of knowledge you have is a superficial knowledge. الانترنشيب يمكن ما كنت مركز في الامراء، يمكن كانت مرور كرام على الامراي، والان بس لقيت وظيفه قاعد تقدم على الامراي. لكن في الامراي واز يور دريم، او كانت انت مره مخطط انك تكون امراي، يو نو مور اباوت ات. طيب انذر ثينج البروتوكولز. اوكي غالبا وش البروتوكولز اللي تسوونها مثلا؟ وش البروتوكولز اللي انت سويتها مثلا، او البروسيجرز اللي سويتها؟ هنا يو هاف تو بي كيرفل، لازم تعطي جود اكزامبلز، نمبر اوف جود نمبر اوف اكزامبلز. إذا في أشياء أدفانس يو أتندد، أوكي لكن يو دونت ماستر، ممكن تقول عليها مثلا والله I attend one functional MRI بس I was only observing مثلا. أوكي لا تقول والله وش كنت تسوون في المستشفى، وش اللي حضرتها، وش اللي سويتها. والله سويت abdominal MRI، سويت نيورو in general، سويت musculoskeletal، سويت functional MRI، سويت diffusion، وسويت perfusion، وسويت spectroscopy. اوكي tell me about spectroscopy. والله ما حضرت له مره. طيب قل لي من اول انك ما حضرت له مره. انت قاعد you are adding pressure، فانت اقدم وقل والله هذه الكيسز اللي حضرها، وهذه الكيسز اللي I'm comfortable with، وهذه الكيسز اللي I attend. لان نعرف الانترنشيب you cannot attend all you cannot perform all procedure yourself. شيء آخر في الانترنشيب غالبا ممكن نروح معك في one procedure deep، يعني مثلا زي ال questioning to deeper and deeper، يعني نروح في details أكثر. مثلا والله tell me about common protocol عندك، you have to select the protocol you're most comfortable with. MRI brain مثلا، okay وش البروتوكول حقكم؟ والله this pulse sequences we do. طيب وش الكومون انديكيشن لها؟ you should know، لانه والله واحد يشتغل MRI you should know what he's doing the MRI for. يعني this is my experience or this is what we expect actually. فانت يبغالك تكون ready من ناحية هذه how to represent your internship، مو بس من ناحية المدة، what you did، how you do it، الى اي ليفل كان عندك الكومبتنسي. مثلا والله I do neuromusculoskeletal الوحدي ما احتاج مساعده فيها، الابدومين ممكن اقل لان عدد الحالات كانت اقل، والله الادفانس ابلكيشن والله انا كنت احضرها ابزرفيشن اونلي، اتس جود ديتيلز تو نو. ففي كثير يعني اشياء في الانترنشيب اغلب الناس يمر عليها مرور كرام. مثلا والله بيقول ارجع 6 شهور هنا، واربع شهور هنا، واربع خمسة شهور هنا فقط. لا تراي تو ميك your internship as good as possible by giving a lot of details. شيء آخر بخصوص الانترنشيب اللي هو المستشفى اللي خليت في الانترنشيب، الناس اللي اشتغلت معهم، مهما كانت experiences bad it's not a good idea to blame others for shortcomings. مثلا والله اشتغلت مكان ما جي في حالات معينة وزي كده، تقدر تقول نفس المعلومة بطريقة كويسة. اشتغلت مكان الناس ما يدربون فيه، تقدر تقول معلومة بطريقة كويسة. بشكل عام don't make excuses لا على معدلك في الجامعة ولا على مادة درست فيها أو جبت فيها معدل ثاني، لأن الناس اللي easily make excuses for everything غالبا they are not يعني desired in any job. أوكي لأنه فعلا ما نعرف هل هذا الواقع ولا أنت شخصيتك كذا. أي فشل أو shortcoming from your بارت انت قاعد جيب له just the easiest او المخرج على طول، انك والله you blame others. شيء اخر مهم we need to know انه والله انت مو بس تعرف الاشياء اللي تعرفها الحين، انا ابغاك اعرف كيف انت قاعد تطور نفسك. فتوقع سؤال اذا كنت
ممكن يكون انه كيف قاعد تطور نفسك، من وين، وش مصادر معلوماتك، كيف تتعلم اشياء جديده، لانه هذه السكيلز اذا موجوده عندك نعرف انه والله انت شخص راح تتطور على طول، ما راح توقف في مكان معين، ما راح تكون يعني تتعلم فقط اللي بيعلمك المكان فقط. لا، انا في راينا انه والله المفروض انك توصل لمرحله زملائك اللي وصلوا لها في نفس الوقت تفرق عنهم بعدين في المستقبل. فكثير نسأل والله كيف تطور نفسك، وين تقرأ، تعرف أسامي جورنال ولا لا، ممكن هذه الأسئلة بعضها للأكاديمية أكثر، لكن برضو تسأل أحيانا في كلينيكال انترفيوز. مين متى حضرت مثلا آخر مثلا ووركشوب، ولا حضرت أي شيء أكتيفيتي لها علاقة بالتخصص؟ طبعا هنا نهتم بالكيف أكثر من الكم. أشياء كثير ممكن تكون سبب أنه يفيل أن انترفيو، واحد بير بيرسونال أبيرنس. هنا I will just give examples، أشياء واضحة لكن ما تصورون لأي درجة ممكن تروح على الشخص. مثلا لبس الأكسسوارات اللي أكثر من اللازم، مثلا المكياج اللي يكون أكثر من اللازم، مثلا اللبس اللي مو مرتب بشكل يعني يبين أنه أنت فعلا شخص مهتم ومرتب، مثلا للأولاد خاصة مثلا الشعر، مثلا طريقة ترتيب الشعر، مثلا إذا كنت لابس سكربس وش مثلا. unfortunately بعض الأحيان يعني نظافة الملابس اللي كنت تعمل جنب مكان عمل المفروض تكون ملابسك أنظف من كانك طالع من البيت. يعني الأبيرنس للأسف الشديد انه صاير الناس شويه they neglect appearance. يعني تخيلك جاي العمل وشوف المستشفى اللي انت مقدم عليه وش الدريس كود حقهم مثلا، ف يعني تايت مثلا، الملابس الضيقه جدا، الكعب مثلا، الشعر مرتب مثلا، الاكسسوارات اكثر من اللازم، كلها ممنوعة في المستشفى، فبالتالي ما نتوقع انك تجي الانترفيو لابس الاشياء هذه. في ناس تقول والله انا اشوف في المستشفى ناس، اشوف سينيورز، اشوف راديولوجيست، اطباء، ناس اداريين اللي يعملون في المبنى الاداري لابسين كذا وعادي. اوكي عادي، هم موظفين اوريدي، انت قاعد يو ار بينج جادج الان، هم يمكن لما سووا انترفيو حقهم ما كانوا كذا، هم اداراتهم مقصره في النقطه هذه، فإدارة الأشعة كمين مقصرة في النقطة هذه ويهم الموضوع هذا. فالpersonal appearance is very very important in many levels. طيب the other thing is negative attitude. okay وال excuses ممكن we talk a little bit about excuses. مثلا مثال الشخص اللي كان يلوم الناس على معدلة مثلا، أو اللي يلوم الناس على إنه والله have أقل practical experience عن أو information من ال internship عن زملاء اللي مقدمين مثلا. فطريقة اللي تحكي فيها عن your previous experiences مرة جدا مهمة، عن ال bad situations، عن ال bad experiences مرة مهمة. you have to think about it، اختيار الكلمات إلى آخره. lack of interest والحماس. في ناس يعني كنا نعرفهم مثلا كانوا أخذين internship عندنا، لما يجي الانترفيو تحس انه ما يبغى يتوظف، يعني قمه البرود، قمه يعني تحس انه والله توظفت عادي، ما توظفت مليون عادي. اوكي، مع انه نعرف انه هو الى اي درجه حاب الوظيفه وحاب، ففي دائما تورد في انت وش في مخك تحس انك تبغاه وكذا، وفي الشيء اللي انت توصل منه، اللي توصل انا اهم في الانترفيو. فدائما باختيار كلمات، بالردود على الاسئله، بال يعني الاهتمام، الجلسة على الكرسي، كثير مرة أشياء ممكن تسويها تبين أنك والله متحمس وحاب تعمل. lack of preparation تكلمنا عنها قبل شوي، لما ما تجاوب أي سؤال أو الأسئلة دائما متوقعة ولا تجاوبها غالبا you didn't prepare. one of the important questions، let's talk about questions a little bit. one of the important questions is the first question. يعني أكيد كنتم تعرفون وش أول سؤال تنسألوا في الانترفيو. فكروا فيها شوي، وش ممكن تسألون أول سؤال تسألون في الانترفيو؟ غالبا بيكون تكلم عن نفسك. هذا السؤال جدا جدا مهم. ليش؟ لأنه أول سؤال إذا ما جاوبته صح وتوترت فيه راح تتوتر كامل الانترفيو، ودائما سؤالين خطأ فيه،
ينخطئ فيه من عدة نواحي. مثلا بعض الناس تكلم personal information، أنا أبوي وأختي ونقلنا وجينا ورحنا، غالبا we are not interested in this، we are interested a little bit in your يعني personal information، لكن مو لهالدرجة. في ناس تقول irrelevant يعني information ما لها علاقة مثلا. في ناس تطول في السؤال هذا أكثر من اللازم، في ناس حتى مرة قصير أكثر من اللازم. فغالبا السؤال هذا 3 minutes is good، 5 إذا كان عندك والله interesting things to say. غير كذا لما ينتهي السؤال هذا أو أي سؤال، you have to know how to end an answering question. والله بدل ما تقعد ساكت كذا فجأة تكلم 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 تكلم، أنت تحس إنه ما حد وقفك، فتبدأ تكمل الكلام زيادة، تقعد تكلم زيادة، فبيكون توصل تقول معلومات ما لها علاقة بالموضوع أو مو مباشرة للسؤال اللي قاعد تسأله. فالحالة هو السؤال تكلم عن نفسك، أو إنه فجأة التايم، أو إنه فجأة إذا وصلنا التايم أعطيني خبر كم باقي، أو إنه توقف فجأة ويصير فيه الأكورد مومنت اللي أنت ساكت وهم ساكتين وأنت تتوتر. فأفضل شيء تنتهي سؤالك والله I hope I answer your question، أتمنى أني جاوب سؤالكم، أعتقد أنه جاوب سؤالكم بشكل كافي إلى آخر. The other thing is you lack يعني preparation، أنه تكون أنت مستعد له، اللي هو الأسئلة اللي موجودة في السي في، الأسئلة الموجودة في الترانسكريبت، الأسئلة غالبا هذول الناس على مباشرة أسأل How did you prepare؟ وش سويت أنت عشان قبل ما أجي الانترفيو هذا؟ I ask them. إذا شفت إنه والله الشخص جاي not prepared ذاته، if I confirm إنه not prepared، والله هذا شخص يعني غالباً taking things يعني من الناس اللي بسطون كل شيء ومخلي كل شيء بالبركة، فغالباً هذا الأشخاص we don't يعني get interested in them. أتكلم عن البرونجف الثرول، failure to give concrete examples of skills، هذا جداً جداً مهم. تخيلوا دائما نتكلم عن أسئلة شوي، تخيلوا سؤال مثلا، أعطني سؤال مثلا، أعطني مثال، أنت تكلمت إن والله you work under stress، أوكي أعطني مثال عليه مثلا. إذا أنت قلت في المقدمة عن نفسك، أو إن سألناك مثلا والله ليش نختارك يا عبد الله من ضمن والله I work under stress، طيب give me an example where you work on express under stress، أو give me example you work in a team مثلا. give me إذا أنت قلت والله عندي leadership ولا good communication، أعطني مثلا والله I resolve مثلا conflict وعندي هذا، والله أعطني مثال عليها. فهذه برضو you can link it to lack of preparation، اللي هو أنك ما أنت مجهز كويس. لكن برضو one of the things اللي توتر الناس، واحد اثنين تعطينا الناس قاعد يسوق نفسه أكثر من اللازم، تعطينا فكرة إنه الشخص قاعد يسوق نفسه أكثر من اللازم، فبالتالي تقلل من فرصك لاجتياز الانترفيو. الأذر ثينج مثلا كثير، طبعا هذه نادر تصير عندنا لأنه غالبا عندنا one scale، لكن الموني والرولز غالبا an issue if you are يعني over emphasizing on them. في سؤال برضو دائما يتكرر اللي هو وين شايف نفسك في المستقبل إلى آخره. اوكي very important question، وسؤال دائما يتكرر واجابته جدا جدا قد تاثر كثير على فرصك. فلذلك يعني برضو ان تكون انت عارف من وين جاي وين بتروح في المستقبل زي كذا، غالبا تعطينا good impression عن الكندا. طيب في شيء يعني جديد الحين قاعد يصير اللي هو الاونلاين انترفيوز. اتوقع بعضكم اذا كان مقبل على الانترفيو قريبا بتكون الانترفيو اونلاين. هذه في اشياء خاصه في الاونلاين انترفيو، المكان، التحضير، شكلك، الكاميرا، كثير اشياء، الانترنت، اتصال، سرعه الاتصال. يعني يمكن آخر 20 شخص قابلتهم كانوا أو أكثر شوية كانت مقابلة انترفيو أونلاين. صراحة يعني المقابلة فيس تو فيس يعني مو كافي أن تعطي good impression عنك، المقابلة انترلاين أونلاين قد تكون أكثر راحة لك، لكن أنها برضو challenging من ناحية أنك توصل أحاسيس، توصل
تبت فكرة عنك في مخ الناس اللي قاعدين يسوي لك انترفيو. فتكون أسوأ إذا أضفت لها الكثير من الأخطاء اللي ممكن تقع فيها ك أنت يعني شخص قاعد يقل. مثلا مرة فتحنا الفيديو على شخص يسوي انترفيو حاطط كاميرا بعيد وواقف، فكان يتحرك يمين يسار صعبة توقف، فالمكان طريقة الإضاءة الصوت الأشياء هذه things you have يعني good time to prepare، فمفروض أنك you prepare it very well. شيء آخر، أحيانا تكون مشاكل، يعني وهذه أحد الأشياء اللي اقترحها لي أحد الزملاء الأخ فواز، غالبا لها علاقة بأنه التقديم عن طريق الـ HR والـ department قد يكون في كونفليكت بين الاثنين، الناس يحسون عندك واسطة إلى آخره. فدائما تكلم عن النقطة هذه أو تأخذها بحذر، بحيث أنه ما تضع نفسك في مكان ممكن يسبب لك. أعتقد أني خلصت وقت، فغالبا تحاول أنك ما تكون في واقع بين التو ديبارتمنت بطريقة أو أخرى، أن تكون إشكالية قلب حظوظك في أخذ الوظيفة. أتمنى أني كنت مفيد. أتوقع أنه في كثير من الأسئلة، أو أتمنى أنه في كثير من الأسئلة اللي أقدر أجاوبها. ما أدري كذا ننتقل للأسئلة تمام، أو وين ممكن نشوف الأسئلة؟